وبعدها والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ولا خير في جسد لا رأس له ولا إيمان لمن لا صبر له. إذن هنا هذه النقطة الخامسة، وهي ماذا؟ التوصية به الصبر. لن تحصل خيرا من غير صبر. أكثر الناس الفاشلين دنيويا شو سبب فشلهم؟ عدم الصبر. حطه يشتغل في أي مكان، بيشتغل يوم يومين ثلاث أسبوع، بعدين إيه؟ ببطل. ليش؟ ما عنده صبر، ما بده يصبر. زي ما يقال، بده مي في الكوز وخبز مخبوز، ما بده يتعب بالمرة، ما بده يشتغل. ليش؟ ما عنده صبر. وكذلك طالب العلم الفاشل في العادة شو سببه؟ ما عنده صبر. ليش ما بيقرأ كتب؟ ما عنده صبر، ما عنده صبر. فهذه قاعدة مهمة جدا، وهي أن من أراد أن ينال المعالي فعليه بالصبر.